قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة. يقول الله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله واحد أحد فرد صمد، واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. والإله واحد هو خالق الإنسان. والرسل جميعا أرسلوا من إله واحد، فليس هناك آلهة، ليس لليهود إله الذي يسمونه يهوى وللمسلمين إله آخر، إنما الله تبارك وتعالى هو رب العالمين وهو خالق الكائنات، وهو وحده الذي يستحق الطاعة والتحرر عن العبودية لسواه. ومصيبة الإنسان أنه يطيع أو يطوع ويستعبد من دونه أو غيره فيخضعهم له ويبعدهم عن العبودية لله تبارك وتعالى. فيقول ربنا تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة. تسلط الإنسان على الإنسان إما أن يكون بشكل مباشر أو بطريق غير مباشر. الطريق المباشر سهل، حدثنا الله فيه عن فرعون كما ذكرت ذلك مرارا: إن فرعون علا في الأرض. أما العبودية غير المباشرة فهي التي يظهر فيها كيد شياطين الإنس والجن، حيث يتظاهرون أنهم يقدسون شيئا معينا فيقدسه الناس، وهم من وراء هذا الشيء ينفذون ما يريدون في هؤلاء الناس. قديما كانت القداسة لأصنام هبل واللات والعزة، وحديثا أصبحت هناك أوثان وأصنام أخرى، الشعارات، قداسة أشخاص ماتوا وما أشبه ذلك. فهذه آلهة. الآلهة القديمة يعبدونها ليتقربوا من الله زلفى. الآلهة الحديثة يقدسها الناس من أجل أن يخضعهم فلان لسلطانه أو علان لأوامره. فربنا تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة: قل هاتوا برهانكم أيها المشركون، هاتوا برهانكم على أن فلان يستحق الطاعة، هاتوا فلانكم على أن هذا الشعار مقدس. لماذا لا يكون المقدس لا إله إلا الله الذي ينفر منه أعداء الله والذين كفروا بالله وينزعجوا إذا دعاهم الإنسان إلى الله أو زعم أنهم قد خرجوا عن أمر الله وكفروا؟ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. أن هذه الشعارات هي شعار لا مساس عليه. عندما تقول وحدة حرية اشتراكية، أين الحرية؟ اترك الوحدة، ما سويت لا وحدة ولا شيء. يسعى أعداء الله من خارج البلاد الإسلامية وداخلها إلى تفريق المسلمين وتقسيمهم
تارة باسم القومية، وتارة باسم التقدمية، وتارة باسم الكذا، وتارة باسم التبعية. هؤلاء يتبعون الديمقراطية الشرقية، وهؤلاء الديمقراطية الغربية، وكل واحد بهذه الديمقراطيات يريد أن يزرع إنسانا معبودا من وراء قداسة الديمقراطية. فكل هذه الآلهة التي عبدوها لا برهان على أنها ينبغي أن تطاع، ولا برهان على أنها مقدسة. فربنا تبارك وتعالى يقول للبشرية: هذا ذكر من معي، هذا القرآن الذي أنزله الله عليه وجئتكم به من عند الله سبحانه وتعالى، فيه ذكر من معي ومن قبلي. ذكر من معي أي من آمن معي، آمن على أنه لا إله إلا الله، ولا طاعة ولا خضوع ولا عبودية إلا لله. وذكر من قبلي أي الأمم السالفة السابقة، كل أنبيائهم دعتهم إلى توحيد الله، أي طاعة الله وحده والتحرر من العبودية لسواه. بل أكثرهم لا يعلمون الحق، أي لا يريدون أن يعرفوا الحق، لا يريدون أن يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لأنهم يريدون أن يطيعوا غير الله ويعبدوا غير الله من المقدسات التي صنعوها، أو من الأشخاص التي زعموا أنها ملهمة وأنها ينبغي أن تطاع. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أي معرضون عن الحق الذي أنزله الله. الحق الذي أنزله الله واحد، كل الأنبياء دعوا إليه، بينته الآية التالية حيث يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من رسول، ما أرسلنا يا محمد قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ماذا يوحي إليه الله؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالوحي الذي أوحاه الله لكل رسول أنه لا إله إلا الله، فاعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تطيعوا غيره. فالأنبياء كلهم دعوا الناس إلى كلمة التحرير، تحرير الإنسان من العبودية للإنسان، من كل أشكال العبودية ومن كل أشكال أنواعها بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا هو السلوك الصحيح الذي يسعد به الإنسان وتسعد به البشرية، وإلا فسيعيش الناس والعياذ بالله تعالى في حياة سيئة، وفي عدوان وظلم وهدر للدماء، يأكل الضعيف القوي ويتسلط القوي على الضعيف. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع، والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.